بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، أقام القسم الصحي في مقام عين الزمان وبالتعاون مع شركة نيفارما وأطباء مختصين نشاطاً تضمن معاينة المرضى بشكل مجاني وتقديم الأدوية والنصائح الطبية اللازمة وطرق التعامل مع هذا الداء وتجنبه. 14/11 من كل عام تحتفل كل الدول باليوم العالمي للسكري، اللي هو يوم عيد ميلاد الدكتور بانتينغ، الدكتور اللي اكتشف الأنسولين. بهاليوم هذا نحن نقدم أول شيء فحص المرضى السكريين، ثاني شيء توعي للمرضى السكريين أنه ضبط السكر قدر الإمكان ضمن حد المية، حتى نتجنب الاختلاطات اللي بتصير لداء السكر، الاختلاطات الخطرة. رح تتضمن الفعالية، في عنا 3 أطباء، في طبيب المركز وفي أطباء 2 اليوم رح يكونوا ضيوفنا. فالفعالية رح يقيسوا السكري للمريض مع قياس الضغط مع تقديم الأدوية المجانية لمدة شهر لكل مريض. نحن بنقدم من العينات المجانية من أدوية السكري. نحن بشركة يونيفارما عنا أصناف كافة لكافة الزمر الدوائية اللي بتعالج ارتفاع سكر الدم. بالنسبة لهاي الظروف ولهاي الأيام الصعبة ولغلاء الأسعار، أكيد هذا الشيء عم يكون إنجاز كبير. الدعم والتعاون والتنسيق بين جميع الفعاليات والجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية وتوسيع هذا التعاون ضرورة ملحة لتجاوز الواقع الراهن وتخفيف المعاناة وخلق فسحة من الأمل بأن القادم أفضل. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.